بي بي سي تقدم حديث الساعة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث الساعة. بعد أيام من كيل الاتهامات لمنظمة الصحة العالمية، أوفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوعوده، حيث أمر إدارته بتجميد التمويل الأمريكي للمنظمة الدولية، معتبرا أنها ارتكبت أخطاء تسببت في وفاة الآلاف. وقال الرئيس الأمريكي إن منظمة الصحة العالمية قدمت معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين التي تفشى الفيروس على أراضيها. أهلا بكم وأرحب بضيوفي الكرام، ونفتح الملف للحوار حول القرار الأمريكي. أبدأ مع السيد توم حرب، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي في واشنطن. سيد توم، مرحبا بك في برنامج حديث الساعة. يعني هل يمكن استساغة مبررات الرئيس الأمريكي لقطع الصلات مع منظمة الصحة العالمية ووقف تمويلها في ظل ظروف وباء كورونا الذي يعصف بالأمريكيين، إن جاز لنا استخدام هذا التعبير؟ تفضل. أولا مرحبا لكم وللمستمعين. هلا بالنسبة للرئيس ترامب، هو يحاول دائما المحاسبة، محاسبة من يقوم بأخطاء وإن لم يقوموا بأعمالهم حسب ما يجب. وهنا منظمة الصحة العالمية، نحن نعرف بأنه في منتصف كانون الثاني أعطت تقرير بأن الفيروس لا ينتقل من شخص إلى شخص، وهذا التقرير كان هو من وزارة الصحة الصينية. عوضا أن يدققوا بالموضوع هنالك في الصين، عندما ذهبوا إلى الصين اتكلوا على ما قاله الحزب الشيوعي الدكتاتوري، وهذا الذي يرفضه الرئيس ترامب، وليس الرئيس ترامب فقط، المجتمع الدولي، لأن هذا الفيروس ركع العالم وسكر معظم البلدان في العالم، وهذا لا يجب أن كان أن يحصل إذا كان هنالك منظمة تسهر على صحة الشعب وأمن الشعب. جميل. وأمن الشعب الدولي. ولكن فما قاله الرئيس ترامب هنا، يجب علينا أن نوقف المساعدات، لأنه الإدارة الأمريكية، الولايات المتحدة مع منظمات غير حكومية يحولون حوالي 25% من ميزانية منظمة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية ميزانية حوالي 4 مليارات. الولايات المتحدة مع جميع جهودها في الداخل يدفعون حوالي مليار دولار، وإنما الصين تدفع فقط 2% من ميزانية هذه المنظمة، ويجب على الصين أن تقوم عوضا عن الولايات المتحدة أن تدفع لهذه المنظمة، لأن هذه المنظمة تواطأت هنا وأخفقت مع جميل. الصين في هذا المجال. طيب، ولكن سيد توم، يعني هناك من يرى بأن الرئيس الأمريكي يحاول تبرئة ساحته بإلقاء الكرة في ملعب منظمة الصحة العالمية خاصة، وأن هناك من يقول أنه كان من الممكن أن ينقذ أمريكا لو استمع إلى مستشاريه في يناير كانون الثاني الماضي بضرورة الاستعداد، وأنت تعلم أن أمريكا هي أول أو أعلى دولة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بالفعل. تفضل. أولا هي أكبر دولة اليوم بحسب إصابات الفيروس، لأنه هنا 330 مليون. إذا تجمع أوروبا كلها حوالي نفس أعداد الشعب مثل الولايات المتحدة، هنالك الوفيات أكثر بكثير من الولايات المتحدة، لنكن منطقيين هنا. أما الرئيس تسمع إلى مستشاريه وأقفل الحدود الملاحة الجوية بين الصين وبين الولايات المتحدة قبل أي دولة أن تقوم بذلك، ولكن خصمه والحزب الديمقراطي هنا بالذات انتقدوه بشدة، وخاصة مرشح عن الحزب الديمقراطي جو بايدن انتقده كيف يسكر هذه الملاحة الجوية. ورئيسة الحزب الديمقراطي نانسي بولوسي في نصف شباط، شهر شباط فبراير، ذهبت إلى منطقة ما تعرف بتشاينا تاون، الحي الصيني في سان فرانسيسكو، ودعت العالم إلى النزول هنالك. فهنالك الإخفاق وليس الإخفاق عند الرئيس. الفيروس أتى من الصين، أتى من ووهان. منظمة الصحة الدولية هي المسؤولة، لم تدقق بالمعلومات، قام هو بواجبه، جميع المؤسسات بالولايات المتحدة قامت بواجبها حسب ما يجب، ولكن الإخفاق يجب أن يتركز على من يتحمل المسؤولية. جميل. وهنا منظمة الصحة العالمية. في ظل فشل منظمة الصحة العالمية في إدارة الأزمة كما يقول ترامب، وبالتالي بعد قطع الصلات ووقف التمويل، هل هناك جهة طبية أمريكية يمكن الاستناد إلى استشاراتها الطبية لمواجهة وباء كورونا داخل أمريكا، أم أن أمريكا بشكل أو بآخر لن تصم آذانها عما تصدره منظمة الصحة العالمية من قرارات وأرقام؟
يعني بالأول طبعا كان هنالك نوع من تريث والاستماع إلى منظمة الصحة الدولية، ولكن عندما أخفقت طبعا هنالك وزارة الصحة الأمريكية مراكز طبية في الولايات المتحدة ويجب الاستماع إليها، ولا يجب على الإطلاق الاستماع في الوقت الحاضر إلى منظمة فاشلة منظمة الصحة الدولية، ولا حتى على وزارة الصحة الصينية، لأنهم أخفقوا ويحاولون إخفاق الحقيقة، وهذا نظام شيوعي ديكتاتوري في الصين ويجب محاسبته كما محاسبة منظمة الصحة الدولية، ويجب تنظيفها من البيروقراطيات الموجودة في هذه المنظمة لإعادة هيكليتها من جديد. ودائما عندما يكون هنالك مصيبة يجب التركيز على إعادة النظر في هذه المؤسسات التي أخفقت في وقت صعب مثل هذا الوقت. سيد توم أشكرك على هذا التوضيح، ابقى معي لو تكرمت. أذهب إلى القاهرة مع دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصادية الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة. دكتور إسلام مرحبا بك في برنامج حديث الساعة. هذا فراق بيني وبينكم، هكذا قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنظمة الصحة العالمية، وله مبرراتها المقنعة للبعض. هل بالفعل المنظمة فشلت في إدارة أزمة كورونا كما يقول الأمريكيون أو بعض الأمريكيين؟ مساء الخير. مساء الخير للمستمعين وأستاذ توم حرب من أمريكا. أنا في رأيي برضو يعني أنا في جزء كبير من اللي قاله أستاذ توم متفق معه. منظمة الصحة العالمية تأخرت، يعني إحنا كان عندنا كل بوادر يعني جائحة عالمية global pandemic من نص فبراير، هم أعلنوها في 11 مارس. نص فبراير كنا وصلنا 40,000 إصابة خارج الصين، 80,000 إصابة جوا الصين. وبرضو حتى في الفوركاست أو استعداداتهم المادية للمستقبل قالوا هم محتاجين في حدود 360 مليون دولار فقط للأزمة، احنا دافعين لغاية دلوقتي أكتر من 5 تريليون. هو في يعني خفقات وفي يعني عوامل فشل موجودة عندهم بصراحة، في زي ما أقول في تهاون أو في يعني عدم جدية في اتخاذ القرارات، خصوصا حتى بعد ما أعلن حالة وباء عالمي ما كانش في statement of work أو يعني لائحة لكل الدول تعمل ايه. ففي دول قفلت نصف اغلاق، في دول قفلت المطارات تماما، فما كانش في اجماع على ايه الاجراءات المفروض تتبع. لكن هل ده الوقت المناسب ان احنا نقطع الامداد عن منظمة الصحة العالمية، خصوصا ان في مساعدات كتير بتتم للدول الاكثر فقرا والدول اللي بيسموها الدول النامية؟ وحاليا احنا محتاجين، لو احنا محتاجين نعمل ريفورم او اصلاح لمنظمة الصحة العالمية، متهيالي مش الوقت الحالي ان يكون الصدمات دي عالمية. يعني هو دايما فكرة الفيروس كورونا في دايما شق سياسي، في شق اقتصادي، في شق طبي. لو من الشق الطبي احنا محتاجين منظمة الصحة العالمية بمستشارينها، وان احنا على الاقل نقدر نشوف مساعداتها ممكن تبقى عاملة ازاي بعد ما يتم اصلاح قليلا آلية اتخاذ القرار داخلها. لكن احنا كنا نحب اكتر الموضوع ده يتم في اجتماعات مغلقة بين الناس المانحة. يبدو أن ظروف أزمة كورونا في أمريكا دفعت الرئيس الأمريكي لاتخاذ هذا القرار. عندما تكون أمريكا هي الأعلى من حيث عدد الإصابات في العالم، يبدو أن الرئيس الأمريكي تحت هذه الضغوط يعني تتعرض. لو شفنا في بداية الأزمة كانت أمريكا وأوروبا قبل إعلان حالة وباء عالمي كانوا متخيلين أن الوضع هيبقى أحسن بالنسبة لهم، لأن الصين 30% اقتصاد العالم، ده هيأثر على الصين، بالتالي هتبقى فرصة كويسة لأوروبا وأمريكا يعني قلب ميزان الاقتصادي في العالم في 2020، لأن 2020 كان بالنسبة للصين كان فاصلة في الاقتصاد بالنسبة لها، وكانوا هيبقوا القوة الاقتصادية الأكبر. فمتهيالي فكرة انتهازية الفرصة في 2020 طمعت شوية أوروبا وأمريكا إن احنا نقدر نكمل من غير ما نعمل احترازات قوية، وخصوصا الصراعات السياسية في القارتين. فبالتالي التأخير اللي كان موجود في منظمة الصحة العالمية كان في نفس الوقت في تأخير برضه في الاحترازات، وشوفنا في دول في آسيا، سنغافورة وكوريا، دول حتى في الشرق الأوسط ما اعتمدتش أو ما استنتش لغاية ما منظمة الصحة العالمية خدت إجراءاتها وعملت حالة وباء عالمي وغلقت المطارات وعملت كل الإجراءات الاحترازية. وشوفنا إن أوروبا وأمريكا هم اللي تأخروا، هم اللي استنوا منظمة الصحة العالمية. فالاعتماد الكلي برضو على منظمة الصحة العالمية لوحده ده كان تهيألي قرار غلط من دول كتير كنا مفروض يعتمدوا أكتر على الأبحاث والأرقام. جميل. أكثر من انتظار إعلان. طيب الآن حدث ما حدث دكتور إسلام، هل تستطيع أمريكا أن تسبح وحدها طبيا بعيدا عن مظلة منظمة الصحة العالمية لمواجهة أزمة كورونا؟ يعني خلي إجابتي تبقى سريعة ومختصرة، تقدر، لأن يعني منظمة الصحة العالمية اللي بتعمله هو مجرد اقتراحات وريكومنديشنز، وما ظنش أن في تمويل من منظمة الصحة العالمية لأمريكا، العكس هو اللي بيتم.
جون هوبكنز والسي دي سي اللي موجودين في الولايات المتحده الامريكيه قادرين على اصدار ابحاث وتقارير يوميه عن الفيروس، ويقدروا ان هم يعملوا الاجراءات المتبعه. فلغايه دلوقتي احنا فعليا مش شايفين دور للمنظمات العالميه غير بعض النصائح العامه، فما فيش دور قوي الا في الدول الاكثر فقرا والدول الناميه عن طريق المساعدات اللي بتتم، والمساعدات برضو في حد ذاتها ما هياش مساعدات كبيره يعني. جميل دكتور اسلام، اشكر هذا التوضيح، ابقى معي لو تكرمت. اعود الى واشنطن مع المهندس نعمان ابو عيسى العضو العربي في الحزب الديمقراطي الامريكي. مهندس نعمان مرحبا بك في برنامج حديث الساعه. كيف تعلقون على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بوقف تمويل منظمه الصحه العالميه؟ تفضل. ان هذا القرار مسيء لامريكا، وهذا القرار يعبر عن طريقه الرئيس ترامب في اسقاط اللوم على الاخرين. هذه في هذه اللحظة نحن الآن في حالة حرب مع هذا المرض وهذا الوباء، ونحتاج كل المؤسسات العالمية وكل التعاون مع كل الدول، وليس هذا الوقت لإسقاط اللوم على الآخرين. إن اللوم يجب أن يكون على أكبر دولة في العالم وعلى رئيسها، وهو رئيس ترامب. الرئيس ترامب لم يقرر منذ البدء بأن الوباء منتشر وأخذ الإحتياطات من يناير أو جانيوري في هذا العام، وإنما تأخر إلى آذار، وهذا سبب من أسباب انتشار الوباء في أمريكا. وانتشار الوباء في بقية العالم لن يحمي أمريكا من انتشار الوباء. من صالح أمريكا أن تساعد كل المنظمات العالمية وتتعاون مع كل الجهات بما فيها منظمة الصحة الدولية، ويمكن أن تكون منظمة الصحة الدولية عندها أخطاء، لا أحد يخلو من الأخطاء، ولكن يجب على أمريكا الضغط على المنظمة وقيادتها بشكل يخدم مصالح أمريكا ومصالح الشعوب، وبالأخص الشعوب الفقيرة في العالم. طيب، هل تعتقد سيد نعمان أن قرار الرئيس الأمريكي يسعى إلى بشكل أو بآخر تسييس وباء الكورونا أو منظمة الصحة العالمية؟ أنا نعم أتصور ذلك، إنه يتصور أن اللوم سيأتي عليه، وهو يسبق اللوم من يأتي عليه هو، وهو يزيح اللوم إلى الآخرين. وهذا تصرف ترامب في عدة حالات، يحاول أن يسبق الأمور ويسلط اللوم على الآخرين، ولكنه هو رئيس أكبر دولة في العالم، ويجب أن يتحمل مسؤوليته ويأخذ القرارات المناسبة لإدارة الأمور بشكل يناسب مصالح أمريكا في العالم، وهو ولا يعمل ذلك، وإنما يعمل ب يعني أونلي أو لحملته الانتخابية. نعم. ويحافظ على مساعديه الذين لا يكون التعامل مع العالم، ولكن الشعب الأمريكي بالأخص الديمقراطيين لا يوافقوا على هذه السياسة، وهم ونحن أمريكا الذين كنا عاملين أساسيين في المنظمات الحكومة المنظمات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، ويجب علينا أن نحافظ على الوجود المنظمات الأمريكية في العالم وفعاليتهم. طيب، ولكن لومكم هو مناكفات سياسية بين قوسين، لأنكم رفضتم قراراته الأولية بإغلاق المجال الجوي إلى آخره، كما يقول السيد توم حرب. هو الرئيس وهو يقرر، نحن لم نرفض قراراته الأولية، ويمكن أن يكون علق إنسان هنا وإنسان هناك، ولكنه هو المسؤول. وأمريكا في هذه الحالة كانت بحاجة إلى أخذ إجراءات أسرع من إجراءات التي أخذها الرئيس حماية الشعب الأمريكي، وبعض الحالات قد حدثت بسبب إهمال الرئيس الأمريكي. طيب سيد نعمان، هناك من يحلو له المقارنة بين عهدي أوباما وترامب، أوباما كير هل كان يمكن أن يكون سندا لأمريكا في ظل هذه الأزمة الحالية كما يرى البعض في أمريكا؟ نعم، أن الضمان الصحي وهو ضمان صحي لكل العالم، إذا كان في أحد أجزاء الشعب الأمريكي موبوء يؤثر على الشعب الآخرين، والنظام الصحي الكامل لجميع الشعب الأمريكي هو حق إنساني وليس هو للتجارة. ولكن الرئيس ترامب يحاول أن يتاجر بكل الأمور في أمريكا، وهو حقوق إنسان. الإنسان الأمريكي له الحق في الحصول على الضمان الصحي وعلى الرعاية الصحية،
بغض النظر عن حالتي المالية وموقعي في المجتمع. جميل. سيد نعمان أشكرك على توضيحك معي، لو تكرمت أذهب إلى باريس مع السيد ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية والصد السياسي في مركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية. سيد ناصر مرحبا بك في برنامج حديث الساعة، استمعت إلى وجهات نظر متعددة من ضيوفي الكرام، وبالتالي كيف تعلقون على قرار دونالد ترامب بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية؟ تفضل. نعم، تحياتي لكم ولكم المستمعين. أعتقد بأن قرار ترامب، إذا ما تحدثنا بالمبدئية، إذا فشلت منظمة الصحة العالمية في التعامل مع كورونا أو لا، الحقيقة بأن منظمة الصحة العالمية فشلت في التعامل واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب. ولكن هل هذا الوقت هو وقت وقف التمويل؟ أعتقد لا، لأن هذا سيخلق الكثير من البلبلة والكثير من المشاكل لمنظمة الصحة العالمية. الآن منظمة الصحة العالمية هي الحلقة الأضعف في الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين وبين الصراع بين الولايات المتحدة وأمريكا. ولكن المشكلة كانت من الصين، من الأرقام الخاطئة بالصين، من البيانات والتأخر في إبلاغ حتى منظمة الصحة العالمية. الصين انتظرت أسابيع قبل أن تبلغ منظمة الصحة العالمية بأن لديها مشاكل. المشكلة هنا هي في آلية التعامل لدى مؤسسات الأمم المتحدة في الموضوع الصحي. يعني منظمة الصحة العالمية لديها الكثير من البيروقراطية، الكثير من المشاكل في التنظيم، في آلية العمل، وحتى في دور منظمة الصحة العالمية. يعني على مدار الأزمة لم نرى أي دور لمنظمة الصحة العالمية ومؤسسات الأمم المتحدة سوى في تقديم المعلومات والاستشارات. لم يكن هناك مثلا خطوات ملموسة في أن يكون هناك أي دور في الإنقاذ، في مساعدة الدول في تأمين الاحتياجات الطبية، في أن يكون هناك توجيه لآليات أو الأماكن التي فيها بؤرة الفيروس، كان في أوروبا، كانت هنا إيطاليا، في الولايات المتحدة كانت بعض الولايات في البداية مثل نيويورك. بالتالي لابد من تغيير آلية عمل منظمة الصحة العالمية، وأيضا خلق مؤسسات جديدة في الأمم المتحدة يكون لها دور فاعل على الأرض، وتغيير استراتيجية مؤسسات الأمم المتحدة المعتمدة على التمويل والمساهمة لتكون آليات أو مؤسسات تعتمد على ذاتها وعلى التمويل الذاتي كما يفعل صندوق النقد الدولي أو كثير من المؤسسات الأخرى. بالتالي منظمة الصحة العالمية أعتقد سواء اتخذ ترامب هذا القرار أو لم يتخذه سيكون فيها تغيير استراتيجي في الفترة القادمة، ولكنها جميل. كانت الحلقة الأضعف وتلقت الضربة. وحتى تتضح هذه الصورة، في وقت لاحق سيد ناصر، يعني الآن في ظل وقف التمويل الأمريكي، هل تتأثر منظمة الصحة العالمية بجهودها بالفعل؟ هل هناك حاجة من جانب الدول التي وجهت انتقادات لأمريكا وأن الوقت ليس مناسبا، يمكن أن تقوم بدور ما لدعم المنظمة في هذا الوقت الحرج الذي يمر به العالم الآن؟ بالتأكيد وقف التمويل الأمريكي سيؤثر، كما قال السيد توم حربي، التمويل الأمريكي حوالي 25% من ميزانية منظمة الصحة العالمية. هل ستعوض الدول الأخرى؟ لا أعتقد ذلك، لأن الدول الآن مشغولة في إنقاذ نفسها، مشغولة باتخاذ الإجراءات الداخلية. يمكن أن يأتي هذا التعويض من قرار من الأمم المتحدة أو أي آليات أخرى، ولكن منظمة الصحة العالمية أعتقد بأن دورها سيتغير فيما بعد كورونا، وحتى الميزانيات وآلية العمل جميعها ستتغير. يجب خلق آليات جديدة لعمل المؤسسات الصحية، وعمل آلية للأمم المتحدة لإنقاذ الدول التي ليس لديها إمكانيات. كل الأزمة الصحية جميل. التي حدثت في هذا الوقت هي في دول متقدمة، لأننا لم ندخل في عين العاصفة بالنسبة للدول الأفريقية والدول في العالم الثالث. إذن تتنبأ بدور سيتغير لمنظمة الصحة العالمية في وقت لاحق بعد انقشاع هذه الغمة إن شاء الله فيما يتعلق بأزمة كورونا. أرجو أن تبقى معي سيد ناصر، سنعاود الحوار معك مرة أخرى. أذهب إلى ضيفي الكريم السيد توم حرب، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي. سيد توم، قد تكون هناك بالفعل يعني بعض الأمور التي تكبتها منظمة الصحة العالمية ليست في صالح العالم، ولكن كما يقول البعض يعني هذا الوقت ليس مناسبا لاتخاذ هذا القرار الأمريكي. القرار مسيء لأمريكا كما يقول السيد نعمان أبو عيسى العضو العربي في الحزب الديمقراطي الأمريكي. تفضل. أولا جوابي للسيد نعمان، إذا اليوم واحد ذهب إلى الطبيب ومعه مرض عضال والطبيب قال لا ما بك شيء أبدا على الإطلاق، وبعد فترة قصيرة تبين على له مرض عضال، هل سيستمر الذهاب إلى هذا الطبيب؟ على الأكيد لا، يجب هنالك أن يكون هنالك واقع. الجريمة التي ارتكبتها منظمة الصحة العالمية اليوم بأن قالت بأن الشيء الأساسي بأن الفيروس لا ينتقل من أشخاص إلى أشخاص،
وهذه الجريمة الكبيرة ليس أنه إذا سينتشر بسرعة أم لم ينتشر بسرعة، قالت لم ينتقل من شخص إلى شخص، وهذا كان حديث الصحة وزارة الصحة الصينية بالذات، وقال يجب على المجتمعات أن تبقى على ما هي وأن لا تغير شيئا بأعمالها. فإذا ليس باستطاعتك أن تتكل على هذه المنظمة، فلماذا هذه المنظمة في نهاية المطاف على كل دولة إعادة النظر بوزارة الصحة الداخلية لديها والمؤسسات التي لديها؟ أنا أستغرب لماذا المجتمع الدولي لم يجتمع في نيويورك ويحاسب هذه المنظمة بعدما حصل جميل. الوباء الكامل بكل دول العالم. وبالتالي العالم كله مشغول، العالم كله مشغول الآن سيد توم بمواجهة أزمة كورونا، العالم في الشرق والغرب والشمال والجنوب، ولكن في الوقت نفسه عندما يعني يكون هناك نظام رعاية صحية أوباما كير ويلجأ الرئيس الأمريكي في بداية حكمه إلى طمس هذا النظام، هذا النظام كما يقول سيد نعمان أبو عيسى كان بالفعل يمكن أن يكون سندا للأمريكيين في ظل هذه الأزمة الحالية. لا، اليوم ما عندناش مشكلة إذا الواحد يستطيع أن يذهب إلى المستشفيات وأن يتحكم، هذا ما في، ليس لدينا مشكلة. المشكلة التي حصلت بالضمان بالطبابة الدولية أما الأممية هي مثلا مثل إيطاليا، صاروا يفرقوا بين الرجل المسن وغير المسن. هنا في الولايات المتحدة ليس فرق بين المسن وغير المسن في الأمر، وهذه كارثة أوباما كير، ونحن نرفضها كمواطنين أمريكيين، لأن الطبابة الأمريكية من أفضل طبابة، لأن هنالك الطبابة الذاتية وهنالك شركات إنشورنس وما غيره. طيب شكرا سيد توم. سيد نعمان أبو عيسى، هل من تعليق على ما قاله السيد توم حرب؟ تفضل. يعني في 30 مليون أمريكي لم يغطون ولن يذهبون وليس لهم المال ليذهبوا إلى هذه المشافي أحسن مشافي في العالم، وأن الأزمة الحالية تركز الأضواء على أن أزمة فئة معينة من الجمهور الأمريكي تؤثر على كامل الشعب الأمريكي، والوباء لا يعرف الفرق بين غني وفقير ولا يعرف الفرق بين شاب ومسن، والوباء يستمر في الانتشار. ويركز السيد طام على أن المنظمة أخطأت منذ 3 أشهر، ولكن هذا تاريخ الشعب الأمريكي تجاوز هذه المرحلة من عدة أشهر، ونحن نعاني كل يوم، الاقتصاد الأمريكي يعاني كل يوم من هذا الوباء، ونحاول بكل الأشكال للتحديد من انتشار هذا الوباء، ولا يزال السيد طام يذكر ما حدث منذ 3 أشهر. جميل. سيد نعمان أشكر هذا التوضيح. دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاد الصحة وعلم الانتشار الأوبئة بكلية الصيدلة، ضيف الكريم السيد ناصر زهير يتحدث عن تغيير في آليات منظمة الصحة العالمية لاحقا بعد انقشاع هذه الغمة، من وجهة نظر طبية كيف يمكن بالفعل تفعيل هذه الآليات طبيا؟ دكتور إسلام تفضل. يعني أنا متفق جدا في هذا الموضوع، يعني زي ما قلت هو ما فيش آليات واضحة لاتخاذ القرار، وما فيش يعني خطط واضحة الدول تعمل إيه. ده اللي محتاجة تتغير تماما بعد أزمة كورونا ما تنتهي. حتى لو رجعنا لفكرة التقرير اللي طلع إن هو ما كانش فيه، كان بتقال كده بالضبط no clear evidence of human to human transmission، اللي هو ما كانش فيه دليل واضح على الانتقال من شخص لشخص. صحيح هو المنظمة الصحية العالمية دايما بتطلع التقارير تبقى غير واضحة الملامح، يعني ما يقولوش إذا كانت إيجابية أو سلبية، دايما الحاجات غير واضحة. بس هي الفكرة إن هي كانت طالعة حتى في 14 يناير، فمن 14 يناير لغاية 11 مارس الدول كلها كانت تاخد احترازاتها. فأنا برضو زي ما بتكلم على آلية القرار في المنظمة الصحية العالمية اللي هي كانت في رأيي برضو فاشلة فيه، هل المفروض ان احنا نحاسب الدول الموجوده في اوروبا وامريكا ان هي برضو تاخرت كثيرا، ونبتدي نحاسبها لو طلع ان الغلط من عندها؟ طب التقرير ده انتهى فعاليته بعديها باسبوع بالظبط. امريكا واوروبا ما اتخذتش اجراءاتها الا بعد ما منظمه الصحه العالميه اتخذت اجراءاتها، فبالتالي التاخير اللي حصل ما هوش فقط مبني على هذا التقرير اللي طلع في 14 يناير، يعني من اول نص فبراير كان كل العالم اخذ احترازاته، وكانت امريكا واوروبا منتهزين الفرصة اقتصاديا ان هم يحلوا مكان الصين في ميدان التجارة. لو رجعنا تاني لنظام الصحة العالمية سريعا، انا رأيي ان هو لو شفنا اي نظام صحي متقدم زي المانيا او كندا، الفكرة كلها معتمدة على ان يبقى في decision making process واضحة، اليات تحويل الداتا بانفورميشن، انفورميشن تبتدي تاخد قرار.
لغايه دلوقتي احنا منظمه صحه عالميه اللي هي منظومه اتخاذ القرار واقفه عند كلمه داتا، يعني هم بيصدروا داتا ارقام، احنا هنعمل ايه بالارقام؟ جميل. الدول كلها بتاخد ارقام وما بتعرفش تعمل بيها ايه. وبالتالي نحتاج الى تفعيل هذه الاليات. دكتور اسلام عنان ادى بهذه الفكره سيد ناصر زهير. سيد ناصر، تحدثت عن تغيير اليات منظمه الصحه العالميه في وقت لاحق، يعني دعنا نضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بهذه الآلية باختصار لو تكرمت من وجهة نظرك. من وجهة نظري، أولا يجب أن يكون هناك بناء لمخزون استراتيجي طبي عالمي يكون هو المنقذ لدول العالم في مثل هذه الأزمات. فإذا نقص حاد في المستلزمات الطبية الأساسية، يجب أن يكون هناك آلية في توزيع مصانع الدواء ومصانع المستلزمات الطبية، ولا يبقى الأمر تحت رحمة احتكار الشركات. الآن الأدوية، مصانع الأدوية موجودة في الصين والهند فقط أو أغلبها موجودة هناك، والهند اتخذت قرار بمنع أو الحد من تصدير الأدوية، وهذا شكل صدمة للأطباء والمشافي حول العالم. كل هذا يجب أن يتغير، ويجب أن يكون هناك تفعيل آلية استثمار صحي تعتمد على تمويل ذاتي بدلا من انتظار اشتراكات الدول ودفع المساهمات، وألا يقتصر الدور على أن يكون دور استشاري فقط، يكون دور فاعل على الأرض. إذن سيد ناصر، دعنا نتابع مستقبل منظمة الصحة العالمية بعد انقشاع هذه الغمة، غمة أزمة كورونا إن شاء الله. سيد ناصر زهير، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية من باريس، أشكرك على هذه المشاركة في برنامج حديث الساعة. شكر موصول أيضا لضيف الكريم من القاهرة الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة. ضيفي الكريمين من واشنطن، المهندس توم حرب عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، والمهندس نعمان أبو عيسى العضو العربي في الحزب الديمقراطي الأمريكي. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل: الإشراف مها الجمل، الإخراج علي السمان وآية حسام، الهندسة الإذاعية محمد عثمان، وكان معكم في الإعداد والتقديم هشام عبد الملك. مستمعين الكرام، أينما كنتم دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث الساعة.